على بركة الله وحفظه مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، ينطلق شوطنا الخامس في المجموعة الذي أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات. هذا الشوط المخصص للإبكار الثنايا المحليات الأصايل، انطلاقة موفقة نتمناها للجميع. نسير إلى أول المراكز ونتابع الصدارة. منحاف في مقدمة الشوط، محمد بن حماد أبو خرايط العامري يتقدم بن حماد. بو سعيد من يطلق هذا الاسم على المركز الأول، بينما في المركز الثاني القادمة على الجانب الآخر فرحة. قادمة بهذا المستوى هي فرحة خلفان بن راشد بن حضيرم. الكتبي وهناك القدوم من مخيفة، نايد بن مسلم بالزفنة العابري، بينما في المركز الرابع القدوم من روعة محمد بن سالم بن مصبح بن محمد الكتبي على رابع المراكز. المركز الخامس السايحة هنا قادمة بشعار راعي اليمشى حمد بن هيان بن سالم العامري، بينما في المركز السادس تتقدم به ألا وهي السرية حمد بن محمد بن سهيل العامري، يتقدم في هذه اللحظات. وكذلك القدوم من دمعة عوض بن سويدان بن عبيد العامري. هكذا هي نتيجتنا، هكذا هي النتيجة للمراكز الأوائل، المتقدمين المنطلقين الحاضرين مع هذا النداء الأول لهذا الشوط الذي يحمل لنا تنافس الإبكار المحليات الأصايل. هذا هو الأداء، وهذا هو الإبداع، وهذه هي الأسماء التي تتناثر على أرضية ميدان القبيب، تزين أرضية ميدان القبيب في هذه الشعارات القوية، حيث تحضر في هذا اليوم بحضور الكبار. هناك المقدمة والصدارة مع السايحة، أو هذه هي على المركز الأول تتقدم منحاف. الله يا بن حماد، العيون كلها عليك يا أبو سعيد، يا محمد بن حماد أبو خرايط العامري الذي يطلق لنا منحاف على المركز الأول هنا في هذه اللحظات المثيرة بهذا الانطلاق. بينما في المركز الثاني مخيفة، نايد بن مسلم بالزفنة العامري الذي يطلق لنا هذا الاسم في هذه اللحظات المثيرة. المركز الثالث دمعة 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 قادمة بشعار عوض بالسودي بن عبيد، عوض بن السودي بن عبيد العامري يتقدم من خلال هذه اللحظات على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من السرية، السرية قادمة في هذه اللحظات بشعار حمد بن محمد بن سهيل العامري الذي يطلق لنا هذا الاسم على مستوى المركز الرابع. بينما في المركز الخامس القدوم هناك من روعة محمد بن سالم بن مصبح بن محمد
الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات الجميلة في هذا الانطلاق الوصول والقدوم من السايحة قادمة بشعار حمد بن هيان بن سالم العامري في هذه اللحظات وهذا الانطلاق هنا في هذا الشوط المثير، شوط يحمل لنا هذه القوة المشاركة، هذه القوة المشاركة من هذه الأسماء. نعود إلى الصدارة إلى مخيفة، مخيفة هي في المركز الأول، تقدمت أعلنت حضورها على مقدمة الشوط بهذا المستوى بهذا العرض الجميل على المركز الأول على الصدارة الأولى. مخيفة نايد بن مسلم بن زفنة العامري، بينما تصل القادمة من حاف، الله يا من حاف، قادمة بشعار محمد بن حماد أبو خرايط العامري. المركز الثالث الوصول من دمعة، عوض بالسودي بن عبيد العامري يتقدم في هذه اللحظات، بينما في المركز الرابع الوصول والقدوم من السرية، حمد بن محمد بن سهيل العامري يتقدم مع السرية. المركز الخامس السايحة، حمد بن هيان بن سالم العامري في هذه اللحظات يتقدم ليعلن هذا الوجود. وهناك الوصول من منحاف، القادمة هذه هي القادمة، هوايل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري قادما في هذه اللحظة، وكذلك التقدم من الالتزام عبد الله بالطير بن سهيل العامري يصل في هذه اللحظات ليقدم لنا التزام في هذا المعترك القوي في هذه المنافسة المثيرة. عودة من جديد إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى. الله 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 يا مخيفة، مخيفة نايد بن مسلم. نايد بن مسلم بن زفنة العامري يطلق لنا مخيفة على المركز الأول على الصدارة الأولى، من حاف في المركز الثاني، محمد بن حماد أبو خرايط العامري الثالث، شعار أبو عبيد يصل 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 بقوة على ظهر دمعة، عوض بالسودي بن عبيد العامري. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، 5 كيلومترات ودعناهن، وهذا الكيلو المتر الأخير الذي نعلم به الانطلاقة في هذه اللحظات المتميزة. ما شاء الله تبارك الله، ما بين منحاف ودمعة، دمعة 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 دمعة، منحاف منحاف منحاف، اللحظات الأخيرة. يلا يا بن حماد، يلا يا بن حماد، يلا يا ابو عبيد، اللحظات المجنونة في هذه اللحظات المثيرة. ما شاء الله تبارك الله، غير الدمعة، غير الدمعة إلى المركز الأول. هذه هي دمعة تجاوزت إلى صدارة الشوط، المملوك العوض بالسودي بن عبيد العامري. يا سلام، المركز الثاني من حاف، قادمة لمحمد بن حماد أبو خرايط العامري والأسماء الأخرى، ولكن روحت روحت دمعة، روح أبو عبيد، روح روح أبو عبيد مع دمعة. ما شاء الله وتبارك الله، عوض بن السودي بن عبيد العامري هنا تؤكد لنا هذا الحضور. دمعة دمعة، يا سلام على هذا العرض الجميل الذي تقدم دمعة
بدأت هنا تعلن هذا الحضور المركز الثاني من حاف محمد بن حماد ابو خرايط، ولكن سلام سلام ابو عبيد، سلام تهانينا لمالك دمعه عوض مسودي بن عبيد العامري على انتصار دمعه بالشوط الخامس للثنايا المحليات الاصايل. المركز الثاني من حاف محمد بن حماد ابو خرايط العامري، الثالث يذهب الى السرية حمد محمد بن سهيل العامري، الرابع هوايل محمد بن عتيق بن زيتون المهيلي، الخامس يذهب الى وجود السايحه حمد بن هيام بن سالم العامري، والسادس الحضور من مخيفه نايد بن مسلم بن زفنه العامري. توقيت 10 دقائق 4 ثواني.